طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا المباراة الأولى خسرنا من شباب العز 1-0، والحمد لله اشتغلنا على نقاط ضعفنا، وإن شاء الله المباراة الجاية أمام الجود نظهر بمستوى يليق بالفريق ويكون مرضي للجميع إن شاء الله. لا والله للأمانة ما لعبنا مباريات ودية، لأنه أنت تحاول انك تبعد عن الاصابات، يعني ممكن المباراه الوديه يكون رتم عالي شويه، تفقد لاعب مهم في المباراه الجايه، لكن هي كانت فتره تمارين وتعديل للاخطاء اللي هي حصلت في المباراه الماضيه، فان شاء الله المباراه القادمه نظهر بمظهر افضل من اللي مضى. التوفيق لكم. الله يعطيك العافية. لا إن شاء الله مستعدين على المباراة الثانية، وإن شاء الله حنقدم أفضل وأفضل إن شاء الله. التمارين كلها تمارين لياقة أكثر شيء، لأنه ما شاء الله ملعب كبير فتضطر تلعب أكثر شيء لياقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا إن شاء الله مستعدين للمباراة، وعيننا على 3 نقاط بحكم أنه اليوم فريق الرشيد تغلب على شباب العز، فصار علينا ضغوطات، تعرف ممكن المجموعة تتلخبط. فالشباب ان شاء الله جاهزين، وان شاء الله نقدم يعني الافضل ونروح بالانقاط باذن الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاستعداد، استعدادات الفريق، والله الحمد لله اشتغلنا اليوم على الفريق على الجانب التكتيكي والجانب اللياقي، ولانه هذه الاشياء اللي كانت تنقصنا المباراه الاولى واشتغلنا عليها اليوم في التمرين، والحمد لله يعني ان شاء الله الامور تكون على احسن ما يرام، وان شاء الله اللعيبه يكونوا في يومهم كمان. والله بالنسبه للوديات ما لعبنا اي وديه من اول مباراه لعبناها للان، ما لعبنا اي وديه، وشغالين على الفريق وبنلعب على التكتيك وبنلعب على الجانب اللياقي. هذه الاشياء اكثر شيء اللي بنركز عليها، لانه هي المفيده وهي اللي حنتعب فيها في الادوار اللي قدام، عشان كده بنشتغل عليها. ونحن داخلين على البطوله تدرجيا، يعني بنتدرج في كل مباراه لان ان شاء الله نوصل للمستوى المأمول، وهذا هو اللي نطمح فيه احنا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على رسول الله. والاستعدادات لنا 3 4 ايام قاعدين نستعد عليها، وجلسنا وتكلمنا مع الكوتش اسماعيل وحفزنا على المباراه اللي بكره ان شاء الله. ان شاء الله نكون على احسن ما يرام. والله على قولهم لكل مجتهد نصيب، باذن الله الشباب راح يجتهدوا وان شاء الله يقدموا اللي عندهم، وان شاء الله الفوز من حليفنا ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه السلام. الحمد لله، والله استعداد زي كل مباراه، تعرف انت هذا الاستعداد كل مباراه نستعد لها، وان شاء الله التوفيق من عند الله. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. والله شوف اي فريق بيدخل للفوز، كلنا نحن وهم والفرق اللي بتقابلها كل من طموح الفوز، والتوفيق من الله تعرف انت، لكن احنا ان شاء الله مستعدين والباقي على الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافيه على الاستضافه. ان شاء الله بكره مستعدين والعيال جاهزين باذن الله، وان شاء الله يكون الفوز من نصيبنا باذن الله. والله في اللياقه الحمد لله، يعني العيال جاهزين ولعبنا كم مباراه وديه زي كذا واشتغلنا على تكتيك، وباذن الله بكره يبان هنا عندكم في الملعب باذن الله. والله ان شاء الله مستعدين لها، استعدنا لها يعني تقريبا قبل 5 ايام 6 ايام زي كذا، لعبنا مباريات وديه واعدادنا ان شاء الله يكون طموحنا ان شاء الله ناخذ الاول في المجموعه. ان شاء الله الله يكتب لي فيه الخير ان شاء الله.